يقول أنا شاب أدرس في كلية الشريعة في سوريا، وهناك مواد قومية اشتراكية وكتب للقوانين الوضعية، وفيها ما فيها من المخالفات الشرعية والتشجيع على الحكم بغير ما أنزل الله، فهل يجوز لي أن أدفع مبلغا من المال لأنجح في هذه المواد، مع العلم أن الذي يكتب فيها جيدا قد يرسب في الامتحان أكثر من مرة ويعيق الدعوة إلى الله مع الحاجة إليها في تلك البلاد؟ المسلم يدرس أمور دينه ودنياه، يدرس ما ينفعه في دينه هذا بالدرجة الأولى، ويدرس ما ينفعه في دنياه من العلوم النافعة المباحة. أما دراسة القوانين ودراسة الأنظمة الكفرية هذا لا يجوز للمسلم، لا يجوز للمسلم أن يدرسه إلا إذا كان يريد انتقاده والرد عليه. أما أنه يدرسه من أجل أن يتوظف به ويشتغل به هذا لا يجوز للمسلم.